الشيخ إمام فيقدموا الشيخ إمام بروح ما حصلتش. هما محدش فيهم بتقدر تقول انه بيغني محسابه، برغم ان كل واحد فيهم في عمل يقدر يغني محسابه. بيغنوا جميعا لفرقة اسمها الأولى البلدي. قبل ما نسمعهم كنت احب اني ناخد الجزء الاول من الشعر. انا مش هصممهم كتير كده، انما فيه لو قلنا الشعر بني ادم حاجه واحده يبقى نقول محمود الشاذلي، لان محمود الشاذلي حياته وشعره حاجه واحده. عشان الجيل الجديد يعرف ان محمود الشاذلي الشاعر اللي راح حفظ الشيخ إمام أغنية مين اللي يقدر ساعة يحبس مصر، لأن أنا ونجم كنا في السجن والشيخ إمام ما يقدرش يقرأ. اتقريت له مرة عجبته جدا، بس عايز حد يقعد معاه يحفظه. اللي كان بيحفظه ده هو محمود الشاذلي. اسمع قصيدة محمود عن الشيخ إمام، ونسمع محمود الشاذلي، وبعدين هنبتدي نسمع الفرقة، ولما يحبوا يرتاحوا في وسط الغنى هقوم أصيلاً.